أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. اللجان التنسيقية في محافظة البصرة جنوبي العراق تعلن الانتهاء من التحضيرات لأكبر مظاهرة واعتصام داخل المحافظة يومي الجمعة والأحد احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. المواجهات بين ألوية العمالقة وميليشيات الحوثي الإيرانية تتواصل جنوب مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن. تونس تكشف عن شبكة دولية لتهريب إرهابيين إلى أوروبا عبر البلاد باستخدام جوازات سفر أجنبية مزورة. 20 قتيلاً على الأقل في الاعتداء على مسجد شرقي أفغانستان. وأخيراً شركة فيليبس تكشف النقاب عن مرآة حمام ذكية يمكن التحكم في لونها بحسب الرغبة عن طريق تطبيقات مخصصة للأجهزة المزودة بنظام جوجل أندرويد أو أبل.